أشادت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيس مجلس النواب بتفضل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى بمنح عدد من الشخصيات وسام البحرين ووسام الكفاءة ووسام العمل الوطني بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية. وأعربت معاليها عن عظيم شكرها وامتنانها لإشارة جلالته إلى فوزها بمنصب رئيس مجلس النواب، مؤكدة أن هذه الإشارة بمثابة وسام فخر واعتزاز ليس لها شخصيا وإنما لكل امرأة بحرينية، مؤكدة أن المرأة البحرينية تعيش في ظل العهد الزاهر لجلالته أزهى عصورها. وبيّنت معاليها أن ما جاء في الخطاب السامي من توجيهات هو منهج حكيم ومستنير للعمل الوطني المتميز، ونوهت إلى أن الاحتفال بالأعياد الوطنية وما يحمله من مشاعر البهجة والسعادة يعد مناسبة لتجديد العهد والتعبير عن الولاء للوطن في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. وأكدت أن مجلس النواب سوف يعمل بكل عزم وإخلاص من أجل تحقيق توجيهات جلالة الملك المفدى وتطلعات المواطنين واستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت للبحرين.